اهلا بيكم فيديو جديد من 5 minute practice. معكم خالد محي الدين. النهارده هنتكلم عن حاجه اول مره اتكلم عنها. في العادي الفيديوز كلها بتبقى عن الانجليش بس، ولكن انا النهارده هتكلم عن حاجه مختلفه تماما. اللي مش عارف، انا كنت في كمبيوتر ساينس وحاليا انا في الجيش، فمن ضمن المجالات اللي انا حابب ان انا اشتغل فيها او يعني المجال اللي انا بركز فيه دلوقتي هو الداتا ساينس. فالداتا ساينس محتاج مذاكره كتير ومحتاج شغل جامد قوي، وفي نفس الوقت انا في الجيش وما عنديش الاوبشن بتاعي ان انا اعمل بروجكتس كتير، يعني الوقت مش سامح وكده. فالحاجه الوحيده اللي انا ممكن اعملها وانا في الجيش هي ان انا اقرا كتاب، ولذلك نزلت كتاب اسمه Practical Statistics for Data Scientists. فالكتاب دوت من الكتب اللي حد يعني كذا حد رشحه لي وشكله ان هو كويس جدا. هو بيتكلم عن الاستاتستكس، الاحصاء، وايه علاقتها بالديتا وازاي نستفيد منها وايه ترابطها مع الماشين ليرنينج وازاي بنستخدمها في الديتا اناليسز والديتا ساينس بشكل عام. بيحكي عن مفاهيم كتير جدا وشرحه يعني نوعا ما كويس جدا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا بعمله ان انا عايز اشير معاكم اللي انا بذاكره. يعني انا بذاكر حاجه دلوقتي، ذاكرت صفحه، ذاكرت شابتر، ذاكرت كونسبت، هاجي واشير الحاجه دي معاكم واتكلم معاكم فيها. ممكن حد يستفيد من الحاجه اللي انا بقولها، ممكن انا استفيد من راي حد معايا وهكذا. في حاجه مهمه، الفيديوز دي مش هتبقى للمبتدئين اللي ما يعرفوش اي حاجه نهائي عن المجال. يعني انت لو كنت ذاكرت حاجه قبل كده او قريت معلومات قبل كده عنه، فانت تقدر تفهم معايا شويه وتواكب معايا اللي انا بتكلم فيه. لكن لو انت ميح تماما، فانا مش الشخص المناسب اللي هتبدا معاه من الصفر. انا بس بنقل اللي انا بذاكره. من غير كلام كتير يلا نبدا. طيب، اول شابتر في الكتاب بيتكلم عن الديتا اكسبلوريشن، انك تقدر تستكشف استكشاف البيانات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انت تقدر تفهم الديتا اللي عندك، تقدر تستخدم شويه التولز بتاعت الفيجواليزيشن. التولز بتاعت الفيجواليزيشن اللي هي ازاي تعرض الديتا بتاعتك في شكل مرئي تقدر تشوفه، ازاي تستخدم الاستاتستيكال تكنيكس اللي انت تقدر تطلع بيها بيانات اكتر من الديتا اللي عندك ومعلومات اكتر عنها وتقدر تفهمها بشكل افضل. يعني من الاخر بتفهم الداتا. انت ما ينفعش تبقى شغال في مكان معين وانت مش فاهم ايه اللي انت بتتعامل معاه. طلع من الداتا اللي عندك دي انسايتس، دور على اي باترن موجود في الداتا، دور على اي ريليشن شيبس موجوده. كل ده هتقدر تطلعه من خلال الفيجواليزيشن والاستاتستيكال تكنيكس اللي انت هتتعلمها. فلما مرحله الداتا اكسبلوريشن دي تتم بنجاح وتقدر فعلا تفهم الداتا اللي عندك دي وتتعمق فيها بشكل واضح، ده هيديك الاوبشنز ان انت تاخد قرارات مختلفه بقى مع الداتا دي، تعمل معاها ايه، ازاي تستفيد منها، وخصوصا لما تكون الداتا اللي عندك دي بتكون الافات. ففي الفيديوز الجايه هنبدا اكتر نفهم يعني ايه داتا اكسبلوريشن بشكل اكتر، هنبدا نفهم يعني ايه او ايه الداتا تايبس اللي عندي، انواع البيانات موجوده عامله ازاي، ازاي بنقدر نستفيد منها، ازاي بنقدر نتعامل معاها، شكلها عامل ازاي، وكل الحاجات دي. هناخد الفيديوز هتبقى يعني حاجه واحده بس، معلومه في الفيديو الواحد، بحيث الفيديو ما يبقاش طويل قوي او المعلومات ما تبقاش كتير قوي. ده غير ان انا رغاي اصلا، فالموضوع مش محتاج افوره وبس كده. ويلا نخش على الفيديو الجاي.